جسرا طويلا ممتدا من الأرض إلى السماء معمدا ومعبدا بدماء الشهداء، جسرا فيه كل شهيد يرتبط بأخاه، جسرا من النضالات الفلسطينية حيث أن عشيرة العبيات عامة وآل أبو دية خاصة هي ظاهرة وطنية حقيقية تحمل في طياتها الكثير، كيف لا وهي من قدمت الشهيدة والأسيرة والمبعد، كيف لا وهي من قدمت الجريح والمطارد والأسير. نعم باسم آهاتهم وباسم أوجاعهم وباسم نضالاتهم نسجل لكم اليوم جزيل الشكر والعرفان، كل باسمه وكل بلقبه وكل بجهده. فأنتم وكما عهدناكم دوما أنتم السياج الحامي لهذا الوطن، وأنتم من تكونون دوما في الصف الأول هناك في الداخل المحتل. فأنتم وإن كانت المسافة بعيدة بالرؤية الدنيوية إلا أنها قريبة جدا في دفء القلوب ودفء المشاعر. أهلي وأحبتي من داخلنا الحبيب، سواء أكنتم من يافا التي نعزها ونجلها أو من القدس عاصمتنا أو من أي بقعة من بقاع وطننا، دائما نقول لكم بأننا نفخر بكم، فأنتم حماة الأقصى وأنتم حماة عروبتنا وأنتم فخر لنا. ونحن اليوم وباسم عائلة أبو دية نشكركم على كل جهد بذلتموه، فكنا ننتظركم لحظة بلحظة ويوما بيوم، وننتظر الأخبار عن ابننا وفقيدنا وشهيدنا رحمه الله، ولا نجد في هذا المقام كلمات قد تعبر عما يجول في داخلنا من مشاعر جياشة مفادها أن فخرنا بكم زاد عما كان أصلا، وهو أصلا فخرا ممتدا منذ بدء قضيتنا وبدء معاناتنا. نعلم جيدا كم تقارعون هذا المحتل، ونعلم جيدا كم كان تجديدا منه لعدم مشاركتكم. فاسمحوا لي أن أشكر جمعية مرجان بكل إدارتها وبكل طواقمها وبكل كوادرها، كما أشكر جمعية أو لجنة إكرام الميت بيافا، كما أشكر أخانا وحبيبنا أبو يحيى، وأشكركم جميعا كل باسمه وكل بصفته، فأنتم زدتم في قلوبنا مدى التواصل ومدى التكافل، كيف لا والمؤمنون مثلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لقد أثبتتم ذلك القول فعلا. وإننا نشكركم ونتمنى من الله أن يكون هذا اللقاء مرة أخرى ونحن منتصرين وعاصمتنا القدس، ونلتقي هناك في مسجدنا الأقصى. شكرا لكم جميعا ووفقكم الله، واسمحوا لنا أن نقدم شيئا تذكاريا رمزيا باسم هذه العائلة وباسم أبنائها لكم. أدعو إخوتي لتقديم شيئا رمزيا للذكرى ليبقى بيننا، وأدعوكم جميعا لقراءة الفاتحة على روح شهيدنا. خلينا نخلص صورة جمعية الكل. يلا سلم على هذا أقل شيء مقدم لكم إياه، وإحنا مقدر جهودكم، وإحنا زي ما أخونا محمد حكى وقتنا إحنا شعب واحد وعائلة واحدة، وإحنا هون بيتكم الثاني. شكرا لكم، وإحنا شباب خلينا نخلص صورة جمعية كلنا مع بعض. تفضل تعال أبو العبد.